هناك عزاء واجب للاستاذ ابراهيم المنيسي. الحقيقه الاسبوع اللي فات ده كان ظروفه غريبه شويه، يعني راح البلد يعيد، رجع قالوا له الحق خالك توفاه الله رحمه الله عليه، كل العزاء للزميل العزيز ابراهيم المنيسي، فرجع ورجع على هذه الوعكه الصحيه الخفيفه. ايضا العزاء واجب للاستاذ محمد شبانه في وفاه والده، ورحم الله الجميع. وربنا هقول لكم حاجه غريبه، يا رب احنا كمان في ايام مفترقه زي كده يفتكرنا ربنا. اجمل موته محدش بيتمناها لحد، لكن انا اتمناها في اللي يخصني نفسي، موته او وفاه او ربنا بيسترد ودعته في ايام مباركه، بيبقى حاجة ليها شوية معنى كده بتخفف هذا الوقع الصادم. رحمة الله على الجميع، وربنا يجعل مثواهم الجنة.